أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. باش ما كانش إمكانيات، ما كايناش فرقة، فرقة يلاه تكونات وماشي بزاف، وما يكونش انسجام بيناتهم. وهذا الشيء اللي كتظن أنه ما غيديش كوب دافري. اش علاش كنظن ما يديش كوب دافري؟ كاينه منافسة، كاينين فرق مزيانين، كاينين منتخبات مزيانين. عنده مؤهلات وبنية تحتية غتسمح لي. كاينين مؤهلات وكاينه بنية تحتية غتسمح لي باش يدير هادشي، ولكن من هنا لقدام ماشي دابا. إلى الناس ديال الجامعة خدمة. إيوا المنتخب بعدنا راه تبارك الله راه الدراري في مستوى، والبارح كانت مقابلة زوينة. وكنتمنى الله ان شاء الله يوصلونا للدور النهائي، هذا الشيء اللي كنتمناه. واش يمكن لك تعطينا شنو هو الاسباب اللي خلات المنتخب الوطني يفوز في هذه المقابله اللي فاتت؟ والعكس ذلك في المقابله اللي فاتت. هذاك الشيء المعنويات وتا الجمهور راه شويه بقى فيه الحال، والدراري راه داروا اللي عليهم تبارك الله، ويستاهلوا ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. ما تقدرش تعرف بعض المرات كيربح بعض المرات كيخسر، ما عنديش شي افي على المنتخب. الاسباب الراجعه لهذا الفوز او الخساره شنو هي في الراي ديالك؟ على الخساره ولا الفوز؟ بجوج. على الخساره التنظيم ديال الفريق ما كانش مقاد. وبالنسبه للفوز؟ عاقوا بشي ديفاي اللي كانوا في الفرقه قادوهم، والعموم كان مزيان هذا الماتش اللي فات. واحد كاين فرقات اللي غادي فات المنتمين الاولى فهمتي؟ كاين من المنتمين الاولى غتلعب مزيان. المغرب زعما ما عندوش شويه، المغرب عنده شويه لعاب ولكن المدرب شويه ناقص فهمتي. والكفاءه ديالو ما غاتسمحش ليه باش يدير. ما سمحش لي، مستحيل سمح لي فهمتي. كاين شي فرقه اخرى مستحيل المغرب غادي، انا نقول لك المغرب مستحيل للفرقه فهمتي شي اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.